تعرف كنت قلت لك حاجة كده ما تتقدرش. اوعديني يا ملك. اوعدك ايه؟ اوعديني احنا مش هنسيب بعض ابدا مهما حصل. ده اللي بتمناه. لا انا عايز اسمعها منك. اوعديني قوليها. اوعدك يا سعيد. قولها انت كمان. اوعدك يا ملك. اللحظة دي هتفضل شاهدة علينا، هي والشجرة دي اللي ظلتنا واحنا بنتعهد. اكتبي اسمك. زمان كان في كلمة اسمها بشويش، كانت الناس بتتعامل بيها، دلوقتي خلاص بقى كله مستعجل. أهو نمشي المسائل هنا وناخد ديلنا في سناننا وجري على حتة تانية نمشي فيها المسائل برضه. ناس كتير يا توفيق دلوقتي بقى عندهم شغلة تانية بعد الظهر، زي وزيك كده. وشغلة بعد الظهر دي بقت عاملة زي الزوجة التانية. بذمتك كده، حد ممكن يعدل بينهم؟ أنا شخصياً بعدل. لا بزوغ من الشغل قبل الميعاد، ولا بقول للجمهور فوت علينا بكرة. يا بقى ما تستعجلنيش بشويش ومشي الشغل مستعجل قوي. حاضر سيادتك رئيس الإدارة بتاعتنا، وانت أدرى بالمستعجل من اللي مش مستعجل. ميرفت عايز أشوفك بعد الشغل ضروري. جاي في ايه؟ طمنيني. بعدين هتعرف كل حاجة. طب وحبنا يا ميرفت والسنين اللي قضيناها سوا نحلم ببكره؟ ببساطه كده يجي واحد لا يعرفك ولا تعرفيه عشان ياخدك مني لمجرد ان هو معاه فلوس؟ لا حد خدني منك ولا انا ما عنديش شخصيه عشان اعمل حاجه انا مش مقتنعه بيها. انا بس جيت اقول لك عشان نشوف لنا حل. الحل انك ترفضيه. مش كفايه دي ماما مقتنعه بيه جدا عشان جارنا وهي عارفاه كويس، بعدين متعلم وعنده شقه، ده حتى الشبكه والمهر جاهزين معاه. ما انا مش هسمح لحسن ده انه ياخدك مني. خلاص يبقى تيجي تقابل ماما. يا ميرفت تفهمين، مقابلتي ليها مش هتغير من موقفها حاجه لما تلاقيني رايح لها ايد ورا وايد قدام. رفضك لحسن هو احسن طريقه نواجهها بيها. انا اصلي لا بحب الغربه ولا مطالبي مستعجله قوي عشان تخليني اعمل حاجه مش مقتنعه بيها. الظروف بتحتاج منا ان الواحد يغير شويه من طباعه.
مادام ما بيعملش حاجة غلط. وفوق كده أنا مضيت العقد خلاص. ده طريقك وأنت اللي اخترته. أنا اسمحيلي يعني حاسس إنك بتقدمي عذر منطقي للرفض. كويس إنك شايفه منطقي. بس أحب أقولك المنطق النهاردة ما بيفتحش بيت. ولا الفلوس لوحدها بتفتح بيت؟ الله، انت هتمشي من غير ما تشرب الشربات؟ ان شاء الله هشربه، بس فرصة تانية عن اذنك. مع السلامة يا حسن يا ابني. ربنا يطمن عليك. يا بنتي ده جاهز من كل شيء، اللي عنده ما يتحكمش عليه شبال الايام دي ولا بعد 20 سنة. بس ما عندهوش اهم حاجة، اني احبه يا ماما. انا مضطر امشي بدري النهارده، في الراجل بتاع كراتين العسل هيجيبهم بعد شويه، خلي بالك انت. تحت امرك. اتفضل. يا ابني ده انت اللي بنفسك بتقول ان اللي متقدم لبنتهم واحد مترسته قوي، وانت وحتى لو وافقوا انت يا ابني ما معكش تفتح بيت. المهم يكونوا هما الاثنين متفاهمين، وبعد كده اي مشاكل مقدور عليها. أنا كل اللي يهمني دلوقتي إن محدش ياخدها مني، وأي حاجة تانية بعد كده مقدور عليها. وبعدين أنتوا هتكسروا مقاديفه من أولها، مرة تعملوا إيه معايا؟ وأنا زي ما بيقولوا بقى آخر العنقود. ما أنت كمان حكايتك حكاية. أنا كل اللي طالبه حاجة واحدة بس، إن إحنا نرتبط معاه اللي هيبقى بكلمة، وبعد كده لما أجهز نفسي نبقى نطلبها رسمي. يلا بابا خش البس، أحسن ميرفت ومامتها زمان ومستنيين. ما تأخذنيش يا ابني، الجواز النهاردة مسؤولية وحمل تقيل. يا ماما سعيد مقدر مسؤولية خطوة زي دي، وأكيد عامل حسابها. يا ولاد فهموني، 1+1 يبقوا 2. أنا عايز أعرف أنت تقدر تعمل إيه وإمتى؟ أولاً يا فندم أنا بحوش 2000 جنيه، وفوقهم الألف بتاعت الجمعية اللي أنا دخلتها، وبكرة نأجر شقة على قدنا. وثانياً أنا إن شاء الله هدخل جمعية قريب، وبالطريقة دي نقدر نحل مشكلة الجهاز. وطبعاً الحياة تعاون يا فندم، وربنا يتم بخير. مش عارفه اقول ايه، تقولي مبروك. ايوه، ونبقى نقرا الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان يبقى منظر جميل ومريح، وما تنسيش ان احنا عادتنا هتبقى دايما هنا. شوفي بقى ستي، اوضه السفره هنحطها لك. متهيألي لو بقت مكتب يكون احسن. ما تنساش ان احنا معظم وقتنا هنقضيه هنا. يا مرده هو احنا هنقضي طول عمرنا قاعدين على مكاتب؟ هنوقف الشغل يعني خلاص. قول له انت لازم تفكر في مستقبلك. النهارده انت وزمايلك معاكم نفس الشهاده. ما تكمل دراسات عليا وفرصتك في الشغل تبقى اكبر. ايوه يا ميرفت، بس انا مش ناوي. مش دي كانت دايما احلامنا؟ انت لغايه دلوقتي لسه بتحلمي. هي الدنيا تسوي حاجه من غير ما نحلم ببكره؟ واحنا هنلاقي احسن منكم فين؟ واللي سمعته عنكم يخليني احس اني مطمن، وانا بحط ايدي في ايديكم. متشكر قوي يا عم، وان شاء الله هبه دي هتكون في عينيا. في عينينا كلنا، وهو ربنا رزقني ببنت بعد ما اتحرمت من خلفه البنات. ربنا يوفقكم. مبروك يا عروستنا. متشكرة قوي يا عم. سلام يا سمر.
عايزني ابلغ المعلم جمعة حاجة يا استاذ توفيق؟ لا انا حفظت عليه. طبعا الفل يا رجاله. شد حيلكم. الحمد لله. معلش يا تيفا يا مؤاخذة، أنا نزلتك بدري ساعة عن ميعادك النهاردة. بس تقول إيه؟ الساعة دي جت بفايدة. قدرت أظبطك الحسابات وعرفنا العجز اللي ظهر لنا إمبارح ده سببه إيه. خير وبركة يا سيدي الحمد لله. أنا لو ما كنتش عملت كده كنت قعدت طول النهار النهاردة في شغل مبلم ومش عارف راسي من رجلي. الحمد لله أنت كده طمنتني. يلا بقى هم شوية عشان ما تتأخرش على ميعادك أكتر من كده. ماشي يا معلم. مع السلامة. سلام عليكم. بقول إيه؟ إيه؟ ما تنساش الميعاد بتاعنا بكرة الساعة 11. تتصور يا تيفا أنا كنت نسيت فعلا. أهلا أهلا. أهلا معلم جمعة. أهلا. 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 المكتب منور. منور بوجودك يا تيفا. أنا مجهز لك الطلب. وحالا هندخل للاستاذ سعيد نمضيه وكلها يوم ولا اتنين وتلاقي التيار دخل العماره وعقبال العماره التانيه. تعيش، انا خطفت رجلي وجيت لك جري بس عايز ارجع طيران. العمال لوحدهم. بس نشرب القهوه الاول. لا لا ملهاش لازم القهوه. القهوه عاوزه روقان بال وانا مستعجل زي ما انت شايف. طب حالا اجيب الطلب. طيب اتفضل. اهلا وسهلا. واللي عرفنا لازم يحبنا ويتمنى انه يبقى واحد مننا. لا كويس قوي بكده تبقى الاوراق كلها مستوفيه. يعني ما فيش تاخير ان شاء الله؟ لا ان شاء الله ما فيش، كله هيمشي في طريقه المعتاد. ربنا يبارك فيك. يسعدنا وتشرفنا ان احنا اتعرفنا بيك. ده انا اللي حصل لي عظيم الشرف، بس تعبنا سعادتك يعني. لا قصدك شاكرين قوي سعادتك. بص سعيدك ربنا يخليك. السلام عليكم. انا بقى لا راجل جشع ولا عيني فارغه ولا اقبل على نفسي قرش واحد حرام. ده برضه عشمنا فيك. عشان كده انا بستحرم الخلو من غير مؤاخذه ما تعطاهوش ابدا. راجل امير وعينك مليان. بس ما يمنعش المقدم. اه طب والمقدم ده يعني ايه يطلع كام؟ لا لا طمن طمن، حاجه بسيطه. 7 باكو وهم من حسابك كاني محوشهم لك بدل ما يتبعتروا منك كده ولا كده. طب ما تخف علينا شويه يا معلم. ست هانم ده اخر جهد. ما تتعبيش نفسك معاه، ده اخر جهد. وبين حتى اذا خاف هيخف قد ايه يعني؟ هنجيب له منين 5-4 بات؟ يلا بينا. يلا يلا. طب وبعدين يا ميرفي؟ ده كل اللي حالتنا ما يجيبش اوضه فوق السطح. انا موافقه نبتدي حياتنا على قد ما نقدر. طب والاحلام والدنيا اللي ما بتبقاش دنيا من غير منحة واوضه المكتب والعفش اللي هنفرده في الصاله عشان نقعد براحتنا، كل ده كل ده هيجي بس مش لازم مره واحده. لو اعرف بس التفاعل اللي عندك ده بتجيبيه منين. جمعت 9 من زميلاتي وصحباتي ودخلتك معاهم في جمعيه ب60 جنيه وانت اللي هتقبض الاخر. يعني ايه يا ميرفي؟ عايزين ادفع لهم 60 جنيه؟ يعني ادفع لهم كل اللي باخده من السوبر ماركت على الكام ساعه اللي بخلص لهم فيها حساباتهم بعدهم؟ مش احسن ما يطيروا من بين ايديك من غير ما تحس؟ بيني وبينك انا مش ناوي اكمل في الشغلانه دي. معقول؟ انت ناسي ان احنا هنجهز الشقه من مرتبي على مرتبك على عملك الاضافي؟ مش ناسي ولا حاجه، بس بيني وبينك انا حاسس انها الشغلانه مش جايبه تمن. وجع دماغي على الفاضي كل ده عشان ايه؟ عشان 60 جنيه؟ وال 60 جنيه بيعملوا ايه في اليومين دول؟ ملونها ليه كحل؟ انا ما لونتهاش، هي لون كده. الدنيا حلوه. انا حاسس ان الدنيا بابها مقفول. واللي يدلك على المفتاح.
يا ريت التوفيق. المعلم جمعه عنده جنب المحل كام عربيه ومشغلهم تاكسيات ومحتاج سواقين. قصدك ايه؟ تشتغل على تاكسي منهم بعد الظهر وهي المسائل تمشي. ايه رايك؟ يعني ايه يا توفيق؟ اشتغل سواق تاكسي وماله؟ وماله يعني ايه؟ ما كان لزومه ايه التعليم ووجع الدماغ وطلب العلم عشان في الاخر اشتغل سواق تاكسي؟ ادي الله وادي حكمته. يا كده يا تستنى معجزه. يعني تنزل من بيتكم في يوم تلاقي الدنيا مبدوره يفط، شقه للايجار شقه للايجار. انا مش بقترع عليك تشتغل عند راجل اي كلام. المعلم جمعه راجل يفهم في الاصول. ده علاوة على انه عارف قيمتك. قلت ايه؟ ما اقدرش ارد عليك دلوقتي. طب انا عندي فكره. ايه رايك لو تيجي تزورني في المحل واقعد دردش مع المعلم واعمل دراسه ميدانيه وبعد كده قرر. تقسيمه ثمن البنزين والحامد كاوتش وظبطه وبقى الشيش الصنايعيه ولا ايه كمان؟ اوعى يكون عينك قالك دي واحده مخها واكله البارومه ولا ست بيت مكرومه ورا اربع حيطان. لا ده انا بدي سم دقدقه فات عينك وبص بيهم. يا معلمه في ايام بتبقى مهويه الزباين بتحرن على التاكسيات وتلاقيهم واقفين مترصصين بالالوفات على سلم الاتوبيس. دي الناس مترصصه في الشوارع في عرض تاكسي ومن كترهم الواحد منكم بيتشرط على الزبون ويكفره في عيشته وبرضه يركب معاه. حطوا في عينك حاسه ملح. هذا سيد يا اسطى صراحه المعلمه بتخوني، فاكر اني بسرقها. طب تحاسبني على البنديره. بنديره؟ اسم الله يا بنديره يا فرحتي. سك على النغمه ده يا اخويا. الاراضي نازل زي النطره في جيوب اللي زي 15 جنيه اللي بتحاسب عليهم يا الايراد. الايراد؟ يا فرحتي بالايراد. هو انا تايه على اللي بتتحصل عليه في اليوم ولا فاكر نفسك بتكلم ناس نمر عليها مسح؟ ما هو يا تتعادل يا توريني عرض كتافك والسواقين عرفه من يشيل. بشيل المسبوسه معلمه رسيمه. مفيش بشيلن. بس انا خدت امبارح منك بشيلن. يعني انا مش هاكل بسبوسه النهارده. ما احبش اشوفك مكسر. فين ضحكتك اللي ترد الروح وتخلي صباحنا قشطه؟ الواد المفتر عايز يلها في حق البنايه. ما هي كمان متقله العيار حبتين. العربيه عليها مصاريف والواد بيحاسبها على الصافي. لا انا اضرب اللي بيصفيه التاكسي في اليوم. وهي تماسي حد يقدر عليها؟ ما تشغلش بالك انت يا صلاح، دي تقدر على بلد. كلنا اولاد حته واحده ولازم يكون قلبنا على بعض. اها طب انا بنت حتتك يا صلاح ولا هي حنيه قلبك لناس وناس؟ لا كده برضو يابا. ايه مالك في يا ست العرايس؟ سايبني طول النهار لوحدي اللي يتراسل عليا واللي فاكرني هبيه وحاطط في مخه انه يستغفلني. معاش اللي يستغفلك يا تماسي. قولي لي بس مين داسلك على طرف وانا طربع نافوخه؟ الواد سيد. وده بتحسبيه نفر ده؟ ده واد مخه مفوت. صبرك عليا يومين اتنين بس اشطب العماره واروق وانا ربط لك سماويل مخه واخليه في ايدك زي اللي عزيره. يا فرحتي
بس اشوف الضيوف. اهلا اهلا، الف اهلا وسهلا يا ديش اليوم. مرحبا. أهلا يا دي النور يا دي الهنا، حتتنا نورت من شارع الترمي لما لحد هنا. اهلا اهلا يا تيف. صباح الفل يا جماعه. اتفضلوا جوه. اتفضلوا اهلا فضل وسهلا حبيب. تعالى حاسبني بالمليم، انا بقى لو بكلك تهمي مخك ومش هتلاقي ربك حالك تاني. اسبوع بحاله بحاول الين عقل الاستاذ سعيد، ابدا عقله معصلك. يا سلام، ده سعيد بيده في عينيا الاثنين من جوه. اصل انا معلم بصراحه ماليش في حكايه السواقه دي. يا راجل شيل من دماغك كلمه سواقه دي خالص، احنا هنا اهل. طبعا انت تاخد العربيه وتعتبرها مالك، احنا كده بنشيل بعض. وتيفا ما نورتش ولا ايه؟ بصراحه انا ماسك حسابات المعلم وعمره ما حسسني ان انا بشتغل عنده. يا راجل ده انا كانت كل حساباتي ملخبطه وكنت مدهو الاخر دهواله، جيت يف الله يستر وظبط كل حاجه. ده ابو الزوق كله. الله يخليك. ومع ذلك انا تحت امر. تماسي تماسي. ايوه يابا. تعالي هنا شوي. النهارده افراج بس استنى علي، ان ما كنتش ابعزقك واخليك كل حته في ناحيه ما بقاش انا تماسي. ضروري حضرتك الاستاذ سعيد، وانا بقول الحاره مالها منوره كده. منوره بصعبها. ابويا حكالي على اللي عملته معايا وعلى الذوق والكرم والانسانيه. اها ابوكي بس؟ بالحق، والاستاذ توفيق ملوش سيره غير الاستاذ سعيد، دايما فاكرك بالخير، دايما يقول انا ليا حته تريس انما ايه؟ سكره. شفت يا عم؟ يعني الحاره عرفاك من قبل ما تشوفك. ولما تعرفنا اكتر مش هتندم ابدا. ايه؟ قلت ايه؟ بصراحة أنا مش عارف أقول لكم إيه. قول على بركة الله. يا سيدي جرب، وإن ما عجبكش الحال خد ديلك في أسنانك وقول يا فكيك. أنا هدي للأستاذ العربية الاشتيشن. لا، ما هي ما دام الحكاية بقت جد والأستاذ سعيد هيتنازل ويستلم التاكسي يبقى ياخد عربيتي أنا. أنا خلاص ما بقتش قادرة على رزالة سيد واللي من عينته دول. شيل أنت بقى عني الغلب ده. انا عايزه اللي ما يتعبليش قلبي، اللي مش طمعان فيا، اللي يتعامل معايا بذوق وانسانيه ومفهوميه. قلت ايه يا استاذ سعيد؟ هي مش التاكسيات دول ملكك؟ تماسي عندها تاكسي باسمها هي. ما انا اشتريته لها عشان تبقى ايديها في الشغل ويبقى ليها في الرسمال وتعرف قيمته وتحافظ عليه. ما هي اللي حيلتي من بعد وفاه والدتها المرحومه الحاجه الله يرحمها ويحسن اليها. بس التاكسي وهو معاك كانه ما خرجش بره، احنا وانت واحد. وبكده بقى يبقى حساب الايراد بتاعك مع تماسي مش معايا انا، وكده خير وبركه. يابا مفيش بين الخيرين حساب، احنا كسبنا الاستاذ سعيد. مع الف سلامه. الله يسلمك. سليم، يا الف حمد لله على السلامة. ازيك يا بسيم؟ عاملة ايه؟ هعمل ايه يا اخويا؟ اديني بقيت وحدانية من كله، والاسم ليا اخ. هو انا كنت اتخليت عنك يا بسيمة؟ من يوم ما طلقت روحية واديني عايشين سوا في شقة واحدة. يا فرحتي، الاسم عايش معايا، لكن ايه اللي حاصل يا سليم؟ ما بشوفكش غير كل شهر مرة. ما انت عارفة، الشركة في البحر الأحمر، واديني بنزل كل شهر اقعد معاك أسبوع بحاله. هقول لك ايه؟ ولا حاجة، أنا مستنيكي في البيت، حاولي تشطب بدري النهاردة. وليه اخترت شغلانة سواق التاكسي؟ مادام ما كانتش عاجباك الشغلانة اللي كنت فيها بعد الظهر، كنت شوف أي مكتب ولا شركة خاصة تديك مرتب أكبر. ما أنت عارفة يا ميرفت، شغل المكاتب الخاصة مهما وصل المرتب فيه فهو برضه ليه حدود، مش ممكن يزيد عنها. لكن التاكسي بقى إيراده ما نقدرش نقارنه بقعدة المكاتب وتمقيل عينيهم. كل ده أنا عارفاه، بس أنا شايفة إن شغلانة زي دي محتاجة مواصفات خاصة في الشخص اللي يشتغلها، قوة تحمل وطولة بال. يا سيبتي كله مقدور عليه، مادام هي دي الطريقة اللي هتقدر تخلينا نقول إن مشاكلنا ما بقتش حالة مستعصية، وبعدين شوية بشوية هتلاقيها مزهزهة. ثم أنا بعمل كل ده منين؟ مش لمربت حبيبتي. طب بس بلاش تقول لماما ولا لأي حد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قوي. لا معادي اركب. اركب السلام. ماشي. ماشي. يا مساء الفل. اتفضلي. ايه يا النهارده اهو. ما شاء الله. ايديك مبروكه يا استاذ سعيد. ده عربيتي جايه لمبروك. هما لسه واقفين كانوا طمعانين فيا ليه؟ دول كانوا عايزين ياكلوني لحمه نيه. دي الناس هياكلوا بعضهم يا جدعان. فاكريني هفيه. دول صنف نمرود. ما تأنيش لاياها مخلوق فيهم. الكلام ده بس يا صلاح. ما تاخدوش يا استاذ سعيد، هو ما يقصدكش انت بالكلام ده، هو يقصد اللي ما يتسموش، اللي نهبوني وقالوا من ورايا شهد بالسم الهاري. معلش يا استاذ سعيد، هما بكره يتعودوا عليك ويفهموك. احسن لي خليني بعيد عنهم، وكفايه عليا انك انت تفهميني. تصبح على خير. كمان عارف الظروف. الحقيقه انا ما تصورتش ان الشغلانه دي هتستهلك وقتي بالطريقه دي. غريبه، انا كنت فاكره انك بعد فتره هتقول لي انا زهقت وتعبت. ما هو المكسب اللي بيجي من وراها نساني اي تعب، وكل الرصيد ما بيزيد كل ما بيبقى عندي رغبه اني ادي للسكه دي مجهود زياده. المرة الجاية مش صدفة. لا طبعا. سلام. مع السلامة. سكتك فين يا هندسة؟ المهندسين يا هندسة. طب اطلع بينا يا هندسة. اتفضل يا استاذ. بالراحة بالراحة. لازم ماسك يا هندسة. نعم. ألف مسكن. انت مش قبل ما تركب سالتني سكتك فين؟ قلت لك المهندسين. بس انا ماليش مصلحه في المهندسين هندسه، انا سكتي لا في ماسكه. وانا مش طريقي يا هندسه. يعني انزل؟ اقول لك نظر بقى. طب خلاص، امشي بينا خش الشارع الجاي عشان ليا مصلحه هناك اقضيها، وبعدين بقى انا هعرف اتصرف. فاضل امشي بيه. فاضل هندسه. حاضر يا هندسه، حاضر. نزلنا قدام بفضلك. ايه
انزل معايا يا هندسه. خلاص يا استاذ، هوصلك المكان اللي انت عاوزه. كمل اول يا هندسه. يا سيدي خلاص، ان شاء الله تروح الواحات هوصلك. اذا ما نزلتش هخلي العساكر يجرجروا جوه القسم يا هندسه. كده؟ اه، بيني وبينك القانون يا هندسه. اتفضل يلا. صعب اخويا، اتفضل. اتفضل. يعني امتنع عن توصيلك للمكان اللي ذكرته لي. تمام، نفتح المحضر. ما تفوقي كده امال، زمانته جاي. الساعة بقت 2 يابا، اتأخر قوي على الميعاد. الغايب حجته معاه بنتي، مش يمكن جات له توصيلة بعيدة شوية. المهم بس ما يكونش حصل حاجة وحشة. لا إن شاء الله خير. سعيد حسيب. أفندم. أنت سعيد حسيب؟ أيوه. تعالى معايا. اتفضل بطاقتك الشخصية. مع السلامة. حد من النيابة تستدعيك وتتصرف معاك. هي لسه فيها نيابة؟ مش كفاية الليلة السودة اللي أنا قضيتها عندكم في التخشيبة؟ التخشيبة ما بتقويش إلا اللي عايزين يدوسوا على رقبة القانون. عايزين يفسروا القانون على مزاجهم يدوسوا بيه على رقاب الناس. اتفضل. عمري ما تصورت ابدا اني اقضي ليله زي دي اتبهدل فيها البهدله دي كلها. يا سيدي ابني ورا ده، ما تخليش ليله زي دي تاثر فيك والدنيا حلوه والمر. ايوه بس دي مرارتها كانت زياده شويه. انت بس اللي جديد في الكار، دي حاجات عاديه جدا وحاجات بسيطه خالص ما حدش بيحس بيها. احنا كان لازم نقعد قاعده سوا عشان ارسيك على الحاجات اللي ممكن تصادفها في شغلانه زي دي، بدل ما تاخد المقلب السخن ده من اولها. ما عشان كده انا من مده وحسيت ان انا عايز اقعد معاكي مكان بعيد عن جو الحاره والزيت. أنا كمان كنت حاسة إني عايزة أتكلم معاك في حتة هادية، في موضوع تاني شاغلني. القلوب عند بعضها تماسي. إيه بقى اللي شاغلك؟ أمال الأستاذ سعيد فين؟ هو ما جاش النهاردة. ما جاش خالص؟ شايفاك بتتعب وحاسه بيك زي اللي داخل سبق وراسه ألف سيف ليسبق الكل حتى لو انقطع نفسه. ورايا مطالب كتير وفي دماغك حاجات تانية. محدش أول ما يدوس بنزين بيطلع على الرابع واحدة واحدة. ما هو ده اللي خلاني حسيت إن أنا عاوز أقعد معاكي. أنا بصيت لقيت نفسي من أول ما دخلت الحارة وأنا عمال بجري بجري من غير ما آخد نفسي لحظة واحدة. عشان كده حسيت إن أنا لازم أقعد مع نفسي شوية أو مع حد يفهمني. خير مع مالك، ودي احنا بناخد وندي. المعلم مشي بدري عن ميعاده النهارده. ايه ايه حصل حاجه؟ لا ولا حاجه، هم قالوا لي لو لمحتك اقول لك تحصلهم هناك، هم مستنينك فوق. ماشي. السلامة يا قيافة. اتفضل يا استاذ سعيد، اتفضل. وسع وسع يا جدع انت وهو يا اختي. خير؟ معلش مشينا بدري النهارده شويه. يا ابويا حاسب حاسب على الغساله، لا تتقشر ولا تتجرح، هبطط حمام عينيكوا. فدايا يا معلمة. فدايا يا فرحتي يا اخويا. انت بتجدد شهيتك ولا ايه يا معلم؟ لا دي لا مؤاخذه حاجات كده تخطيف او كل شهر القط لي حاجه على خفيف. ايوه. طب وايه المناسبه؟ لا ابدا، بس انت عارف الحاجه اللي النهارده بجنيه بكره ب 10.
طب اتفضلي ايراد التاكسي اهو. تشكر. يا ولاد فهموني، واحد زائد واحد يبقوا اتنين. انا عايز اعرف انت تقدر تعمل ايه وامتى؟ وحتى لو وافقوا انت يا ابني ما معكش تفتح بيت؟ لا حاجه بسيطه، سبعه باكل وهم من حسابك كاني محوشهم لك. ده كل اللي حالتنا ما يجيبش اوضه فوق السطح. المعلم جمعه عنده عماره ملك، ومش صعب على جمعه ياسسها بافخر اساس. ده راجل مرتاح، وبينه وبين فلوس عمار وعشره وتفاهم، والفلوس بتجيب الفلوس، ولو حطيتها في دماغك يا سعيد. ايه على فين؟ ايه انا بقى عايز فلوس اللي عندك على ده المليم. تقولي دمك عياره زي حبتين اللي نادي ليا واقف. يا معلمه ده كل تحويش في عمر معاكي بقى لها 3 اشهر. وانا ذنبي ايه؟ كل ما اروح بورسعيد ما بلاقيش طلبه. الراديوهات الترانزستور اللي انت طالبها مني ليه انت ما وصلتش؟ يا معلمه الناس بتقول انك بتجري في فلوسي، والمكسب بتدكليني روحي. قطع لسانهم اخص عليك يا شحته. انت برضه تصدق فيها كده يا واد؟ وما صدقش ليه؟ اذا كانت الراديوهات الترانزستور اللي كنت ناوي ابيعها واطلع لي منها قرشين، شفتها متباعه لاهل الحته بعد ما اشتريتها بفلوسي. يا واد عيب، الراديوهات اللي شفتها دي راديوهات سكه. عيب يا شحته، عيب يا اخويا، ده احنا اهل. وانت خليتك يا اهل ولا زنجبيل حتى. بقول لك ايه، فلوسي هاخدها منك على دار مليم، وبكره اخر معاد. انا بقول لك اهو. ايوه جاي. تشك في قلبك يا شحته يا ابن ام شحته وتتزغد. ما وصكيش. عيب، طلباتك حفظتها ولسه في جيبي. اتمسح. يا اختي ماشيه وسايباني. لا يا حبيبتي، لا لا يا حبيبتي، اتاخرتي. انا لازم اروح بدري، عندي كشوفات لازم اقعد اكتبها، مش عايزه انسى حاجه. عايزه الحق عربيه 6 الصبح، عايزه اخش بورسعيد قبل الزحمه وارجع قبل الزحمه. يا كنت عونك يا اختي. اهو كل اسبوع على الحال ده، وكله عشانكو يا اختي، ويا ريت بيطمر. بكام جاي يا حبيبي؟ 5 جنيه. 5 جنيه؟ انا واخده الشهر اللي فات ب 3 جنيه. هي كلمة واحدة ما عندناش في الصالة. اه؟ 4 جنيه ما فيش غيره، ده انا محتاج 2 جنيه واحد. ماشي حلال عليك. اهو 4 جنيه. قشطة. نعم يا أبيض. قشطة يا دوب. قشطة يا سكتة. يا بسيمة. ايوه يا غالي. يا بسيمة. ايوه يا حبيبتي، خدي 14 جنيه. مش غالي يا بسيمة. غالي ده ايه؟ غالي ده ايه؟ اذا كنت انا جايبها ب 13 جنيه ان كانش عاجبك بلاش، ده انا مكسبي فيه جنيه واحد، الف غيرك في الحاره تتمنى تتغندر بيه. عاجبني. ما جبتيش بلوفر رجالي؟ جبت يا حبيبتي، بس بلوفر واحد ما اقدرش اتصرف فيه. اقول لكيش المره الجايه اجيب لك طلبك. كتر خيرك يا بسيمه. وخيرك. عايزه تتغندر بلوشي. كنت فين يا صلاح؟ مستنيك من الصبح على نهر. خير؟ في ايه؟ ما انت عارف ان انا كنت في بورسعيد، جبت لك حته دين شرز بلوفر ما يتحطش على جتة حد غيرك. ها ايه رايك؟ كويس. بكام؟ ايه اللي بكام ده يا صلاح؟ هو احنا في بينا حساب؟ ده انا جايبه لك كدون هديه. ما باخدش هدايا من حد. هو انا حد يا صلاح؟ اخص عليك انا بسيمة. ملوش لزوم الكلام ده يا صلاح، ده انا اللي بقيالك، واللي مش من نصيبك عمره ما هيكون لك. اللي مالكيش فيه ما تحشروش نفسك فيه يا بسيمة. انا حاسه بيك، انا شارياك يا صلاح وانت عارف كده كويس. اللي اعرفه ان بالك مشغول بالفلوس وبس، تجيبها منين ومن اي سكه؟ هتحس بايه ولا ايه؟ طب وده عيبه ايه؟ كلنا بنسعى ورا رزقنا، وكلنا ماشيين في السكه دي. كل واحد بيسعى بطريقته، وسكتك مش هي سكتي.
اتغيرت عن اخر مره قعدنا فيها مع بعض. ليه بتقولي كده؟ كنت قاعد معايا صحيح، انما عقلك عمال يلف ويدور زي المدور الدايج، لا بيون ولا بيرتاح. اصلا انا اول ما اشتغلت على التاكسي كنت خايف لما اقدرش اوفق بينه وبين وظيفتي. ودلوقتي؟ لا دلوقتي خلاص ما بقتش قلقان بعد ما حسيت واقتنعت باللي انا بعمله. كويس انك خدت الكلام. عشان كلامك عجبني. انا مبسوطه قوي ان في حاجه عجبتك. مش بس كلامك اللي عجبني، في حاجه غير كده؟ اه طبعا، شخصيتي، جمالك اللي على طبيعته، عينيك اللي بتتكلم والدنيا كلها. بص بقى هو كل دنيتك؟ مفيش حاجة تانية في حياتك تستحق تديها جزء من وقتك؟ أنا آسف يا ميرفت، بس أنت عارفة أنا بخلص شغلي هنا ودغري على طول أروح أستلم التاكسي وأقعد ألف بيه نص الليل، وبعدين أنت عارفة الركاب على كل صمت، ما يمنعش واحد فيه مطرطش عليا برزالته والتاني يغتت عليا عايز يركب سفلقة، وفي آخر الليل تلاقيني مروح حيلي مهدود وصواميل جبتتي سايق. ارحم نفسك شوية، أنت مركب لعقلك عداد عمال يعد وأنت مش حاسس. ميربت ما انت عارفه المطالب اللي ورانا، ده كرباج نازل على هنا ما بيرحمش. برضو الشغل الاضافي ده وسيله بتساعدنا عشان نحقق بيها غايه معينه، لكن انت بقيت تبص للشغل ده على انه هو الغايه. ميربت حاولي تفهميني. يا ريت اقدر افهمك. ليك حساب قديم عندنا؟ لا أنا بفتح حساب جديد. كام؟ 1500 جنيه. استنى علينا ما يبرد يا استاذ صلاح. الجدع ده ملوش حته تلمه، مرابطنا هنا ليل نهار وعمال زن على دماغ البنيه. ما تخافش على معلمه تماس يا استاذ صلاح، اللي زي دي ما يهزش دماغها غونه ولا فنديه. اه ده اللي مجنني، لا احنا سامعينه بيغني ولا عارفينه بيدندن بايه. صباح الخير. وانت من اهل؟ مع السلامه. تفتح يا بني ادم. ايه يعني ايه؟ شويه ميه وندلقوا من غير قصد. في ايه يعني؟ يعني ايه فيها ايه؟ تعميت؟ لا حط لسانك جوه بقك وسكت عليك. لا يا اخي اللي بتعمله ده ما يصحش كده. ايه يا جدعان ده شطار ودخل بينا والله. يلا كنت سقط عليك من الحاره دي. ما بس لا سقط عليك مين؟ ماشي في الحاره وما فيش ولا حد من عين. اها احنا هنحكم على كل من يمشي في الحاره يا صلاح ولا ايه؟ اللي ما عجبناش ما يجيش حتتنا. بس عاجب اللي بيجي عشانهم. بس بقى يا اخي على قد ما انا سعيده بالكلمه دي على قد ما انا خايفه. بس انا فعلا بحبك. يا ما قربت ليالي بحلم بيها انت بتقولها لي، وهي ما عادتش حلم. عشان كده خايفه، خايفه على بعد ما تفوق للحلم ترجع تاني تحن للألافرانكا. وانت عارف احنا ناس بلد، لا نعرف في الزواق ولا نعرف نتكلم بالشكا والسفير. ما هو ده اللي عاجبني فيك، انك على طبيعتك او زي ما بيقولوا يعني على السيره. يعني ما تقوليش حاجه، انا الليله دي هروح اطلب ايدك من بابا. ما تقول حاجه يا عم جمعه. لمؤاخذه تماسي بنت سوق ومتربيه فيه، وعلى العموم ده مستقبلها وهي ادرى بيه، ولا يا ذوق؟ يا صلاح انت زي اخوي، وطول عمري ببص لك على انك اخوي، حتى لما كان ابويا بيسافر ويسيبني لوحدي في الحاره
كنت ببقى مطمنة وانا حاسة انك موجود قريب مني. انتي بتقدمي لي عذر تريحيني بيه ولا بترفضيني الجدعانة؟ انا بس عايزاك تفهم، عايزة نفضل اخوات زي ما احنا. على العموم احنا طول عمرنا حبايب، نحن اكتر من القرايب. ان جيتي للحق، صلاح ابن بلد وكسيب وهو رايدك وما فيهوش اي عيب. يابا انا طول عمري بحلم براجل مال وهدوم، قيمه وسيمه، متعلم ومتنور وله مركزه ومنظره كده قبح يملى العين، وابقى المنام بتاعت الاستاذ. ميرفت انا كنت لسه هعدي عليك دلوقتي مكتبك. وليه تكلف نفسك اكتر من طاقتها؟ ايه الطريقه دي يا ميرفت؟ ما انت عارفه الظروف. ظروف؟ الظروف اللي خلتك تتصرف وكأن حياتك ملك ليك لوحدك، مش شركه بين اتنين. الظروف اللي خلتني بسمع عنك من الغير بعد ما كنت بسمع منك. عن اذنك. انا معلم جمعه، فكرت كتير قوي قبل ما اجي لك واطلب ايدها منك. كلام جميل، بس مش كفاية انك تيجي تطلب ايدها مني. احنا ولاد بلد ولازم حد من اهلك يكلمنا. اصل والدك ووالدتك بعد الجواز هيبقوا اهلها، وانا يهمني اطمن عليها واضمن احلى مستقبل لها. لا من ناحية دي اطمن يا معلم، انا بس حبيت اخد رأيك الاول. انا شخصيا مفيش ايها مانع من ناحيتي، بس ممكن اخد رأي تماسي قبل ما ادي كلمتي؟ اه طبعا طبعا. أنا لا يمكن أوافق على كده أبدا. يا بابا، يا ابني إحنا عطينا كلمة لأهل ميرفت. يا بابا الجواز اسمه نصيب. الكلام ده لو في مبرر مقنع وقوي يقول إنك تسيب ميرفت عشان تماسك. يا بابا في مليون مبرر مقنع وقوي، الحياة بقى حملها تقيل، هم متلتل ما أقدرش أشيله لوحدي. وبعدين ما فيهاش حاجة لما أختار واحدة في إمكانها تشيل معايا. حتى لو كانت مش في مستواك، أنت الإنسان المتعلم المثقف تاخد واحدة ما فيهاش أي ميزة تغري واحد زيك؟ لا علم ولا ثقافة ولا أي حاجة أبداً، حتى ألفاظها وعباراتها حاجة تانية خالص غير اللي ربيتك وعودتك عليه. يا بابا عندها اللي كل اللي يغطي على ده. يبقى أنا مش هحضر. معقول يا بابا؟ ما توقفش جنبي في يوم زي ده؟ يا ابني لا يمكن أغلطك ولا أغلط نفسي. موسيقى
تدينا ودايما بصوتك الحلو تشدينا. يا ابو العروسة يا جمعة الله يبارك لك، ياللي غويت النسب وعزمت طوالي ونسبت راجل اصيل الخال طوالي بنت الامارات مشي جد طوالي. مسا الجمال والدلال والود عال غالي عال اصل دوار. اللي كنت هتبيع الدنيا كلها علشانه؟ ما كنتش متصورة انه يعمل كده. ده كان هيموت عليكي وهو ما حلتوش اللضع، انما لما الفلوس جريت في ايده باعك بتمن رخيص. مستعجلين على ايه؟ ادونا فرصة ولما الظروف تبقى مناسبة ساعتها نقدر نتكلم. كل شيء بعوان. ما تقولي حاجة هبة. أنا والدها وأنا أضرب مصلحتها. مش معقول سلفة بنتنا تكون واحدة بينادوها بالمعلمة. يا ست رجاء، هي إيه اللي هيربطها بيها؟ كل واحدة منهم هتكون في حالها. ثم أنا كمان ما كنتش موافق على جوازته دي. توافق ما توافقش ده شيء يخصك أنت. ثم انا كمان من حقي اني ما وافقش اعرض بنتي لظروف لا طباعها ولا تربيتها تسمح لها انها تحتملها. ايوه بس هي سمعتها يعني محدش يقدر يمسها ابدا. احنا ما بنتكلمش على سمعتها، دي واحده بتتعامل مع صنايعيه والسواقين وقاعده على الرصيف، دي الفاظها سقيه. يا طنط يا طنط، الكلام ده يتقال لو احنا هنعيش مع بعض. يبقى ناجل الكلام في الموضوع ده شويه. وايه الغلط في كده؟ انا اتجوزتها لان هي دي اللي انا مقتنع بيها. ما حد يسيب واحده زي ميرفت الانسانه المتعلمه الرقيقه ويروح للمعلمة. اسمع، أنا ما اسمحلكش إنك تغلط في مراتي، ولم تسرق أحسن لك. اغزوا الشيطان يا ولاد. أفضل موقف أخوك يا سعيد. ده بعد ما كانت خطوبته من هبة مسألة منتهية، رجعوا رفضوه بسببك. دي حجة بيتحججوا بيها عشان يرفضوه. لا مش حجة، أنا لو مكانهم كنت عملت زيهم كده. على كل حال أنا اللي غلطان إني جيت أطمن عليك وأشوف عملت إيه، ويكون في علمك وعلمك، أنا مش داخل البيت ده مرة تانية. والله كل واحد يدور على مصلحته. يبقى أحسن. يا لهوي، ده انا لو سبتك على اكلتك دي هلاقيك خسيت النص. ما انا باكل اهو يا تماس، وبعدين حد يفطر في الرايحه الصبح؟ معقوله يا اخويا؟ من ساعه ما قعدنا وانت ماشي على الاول. خش بقى على الرابع على طول. على طول كده من الاول على الرابع؟ طب واحده واحده. ما هو ما دام انت مش مراعي نفسك لازم انا اللي اخد بالي منك كويس. خد يا حبيبي بالهنا. واحده we
الله يسلمك يا ماما. وانت خلي بالك منها يا حسن. انت هتوصيني على ميرفت يا طنط. خلي بالك انت من نفسك يا ماما. بألف سلامة. أشوف وشك بخير. اطمني يا طنط. ميرفت إن شاء الله هتكون في عينيا. مع ألف سلامة يا ماما. الله يسلمك. كنت مستعجلة على الخلفة. مش كان المفروض نأجل الموضوع ده شوية؟ الإيراد محول للآدي. ما علشان تكاليف الدوكو. مع إن الدوكو اللي على العربية لسه بيلعب، ولا دي حجة بقى عشان تمسح بيها اسم تماسي من على العربية؟ طب بذمتك كده، بذمتك عمرك شفتي واحد عمل يقطع عليها اسم مراته وشايلها وقاعد يلف بيها البلد كلها؟ أخويا. أروح أحضر لك العشاء. كده يبقى وصلك 5000 جنيه، وزي ما اتفقنا يوم واحد في الشهر يكون القسط الخامس في جيبك. كده حبايب، ويوم ما يبقى الفلوس كلها في ايدي هتلاقي كمان المفتاح في ايدك. ماشي. من غير مؤاخذه عندي سؤال على الماشي. اتفضل. الا ليه لما جيت من سنتين واحنا بندق الاساس كنت مستكتر قيمه الشقه ومشيت على انك مش راجع، مع ان القيمه زادت ورجعت برضه معاك البواكي؟ هقول لك ليه. بصراحه كده شقتك دي كانت طالعه من عيني. ولا انا عشان صممت على البواكي ما استعصاش عليك انك انت تدبرهم وتقول المراد يعني الشقه؟ فعلا كله مقدور عليه وكل شيء بتمن. طبعا. سيد ايوه بيه. طب ايدك على الايراد بقى. ايه ده يا سيد؟ 15 جنيه؟ ما انا عاملك على التاكسي، تقوم ترجع وجايب لي 15 جنيه؟ يا استاذ سعيد مش تخصم ثمن البنزين والحمو ظبط الكلام. حيلك، انت فاكرني مين؟ انا يا ابني داير بالتاكسي ده في البلد من اولها لاخرها ومش ملحقين على الزباين. ده ناقص شويه يبعتوا لنا طلبات حجز عشان يركبوا معانا قبليها باسبوع. يا استاذ سعيد. بلا استاذ بلا صفيحة جاز. اسمع، انت هتفرمل الهبش بتاعك ده دي هتبقى ليا صرفه تانيه معاك. ماشي يا استاذ سعيد، اللي تشوفه. ان شاء الله الحال بكره يبقى ابرك من الليله دي. هو كله في ايدك. يلا اخويا مع السلامه. يلا حبيبي.
اخوه ده؟ يعني هو ما يجيش غير على الغلبان اللي زيك والشطر، والواحد مننا وراه مصاريف مش ملاحق عليها، وزي ما انت راسي يا بقى. ما هو اتجوز تماسي واتنغنغ على الاخر، والفلوس بقت في ايده زي الحلاوه، يوم يزنقها عليا انا؟ ده حرام. ويتهنى بيهم لوحده ليه؟ ولا انا ماليش في الطيب نصيب يا سي سعيد؟ يلا اكبري بقى يا حلوه وقفي على رجليك عشان اخد انا لاخوكي اللي لسه ما جاش. اخو مين؟ اخو طروقه طبعا. اخو طروقه؟ لا انا ما بحبش الخلفه وكتر العيال. كترهم؟ ده هو حته واد واحد ما حلتناش غيره، هنسيبه كده من غير لا اخ ولا اخت، يكبروا سوا ويبقوا قلبهم على بعض. بقول لك ايه يا تماسي؟ موضوع الخلفة ده تاني، مش وقت الكلام فيه دلوقتي. ها؟ سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا طارق، سنة حلوة يا اتفضلي. كل سنة وانت طيبين يا حبيبتي. وانت طيبة. يتربى في عينك يا اخويا. شكرا عبالك. تعال تعال حبيبي. تعال حبيبي، كل سنة وانت طيب. الله 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 الله. يعجبوك العربيتين الحلوين دول يا طارق؟ انا عاوز تاكسي كبير زي بابا. ما شاء الله يا حبيبي، جيب لك كبير زي بابا. يتربى في عينك. أنا بنت حلال، كنت لسه هدور على تاكسي يوديني مدينة نصر. تودينيش مدينة نصر؟ حاضر يا ستي. زي ما أنت عارف شغلتي دي مكسبها فيلم، لو كان عندي محل كان زماني النهاردة بكسب ألوفات. طب وإيه اللي مانع؟ قلة الفلوس، مع إني عاجبني الشغلانة بخبزها وأعرف أطلع القرش منها إزاي. ها قلت ايه يا قشطه؟ في ايه؟ تشاركني. اشاركك؟ طب وانا افهم ايه في شغله الحلويات دي؟ انت ماليش دعوه بحاجه، انت عليك نص راس المال، النص التاني عليا انا، المجهود عليا انا، والمكسب بالنص. ايوه بس دي مساله عاوزه تفكير. ماشي اركن هنا يا قشطه، هستناك بكره بعد ما تخلص شغلك وتكون فكرت. انت مش هتنزلي هنا؟ لا طبعا، ارجع بيا على الحارة. مستنياك في الحتة اللي اتفقنا عليها. العشاء؟ لا انا اكلت سندوتش وانا جاي في السكه. طارق ما كانش عايز ينام لما يشوفك. ليه؟ عشان البسكليته حضرتك وقعدت بيها 100 مره. طب ما انا قلت هجيبها له. خلاص
ننزل نجيبها سوا ما دام انت ولا على بالك. حاضر. طب يلا بينا بقى نتعشى سوا. ماليش نفس. تعشى انت. سعيد. نعم. انا كنت يعني كنت عايزه اكلمك في حاجه مهمه. خير؟ هو احنا يعني يا اخويا احنا مش هنخوي طارق ولا ايه؟ الواد كبر دلوقتي بقى عنده 4 سنين. وده وقته ده يا تماسي؟ هو احنا فاضيين؟ ما انت عارفه ان انا ما بحبش دوشه العيال. يا اختي ايه مالك كده راجع من بره زي العربيه الشرقانه؟ ايه في ايه؟ هيكون في ايه يعني؟ تعبان من الشغل. ما انت عارفه ان انا الصبح في الوظيفه بعد الظهر بلف طول الوقت بالتاكسي. يا سلام، لما انت تعبان كده قوي ومش قادر توافق ما تسيب الوظيفه. نعم، اسيب مستقبلي؟ مستقبلك هو اللي بيوكلك لقمه عيش. انت وراك تاكسيين والتالت جاي في السكه، وبعدين انت اللي اخترت الشغلانه دي، زي ما بتديك تديها. وكياني ومكازي وواضع قدام الناس. صاحب بالين كذاب يا سي سعيد، ولازم تختار يا البي المدير يا زين المعلمين ابو جيب عمران، وزي ما بيقولوا قرشك هو صاحبك وهو ده مستقبلك. اركني هنا. خلي الكلام ده لبعدين. مفيش حاجة اسمها بعدين. بعيد مين قال لك تطلعي بالعربية من غير اذن؟ يا جماعة بتخانقوا بعدين لما سبت القصة توصلنا. اسكت انت. يلا انزلي خدي عربيتي وانا هحصلك على البيت. على فين؟ تاني. وده اقرار باستلامك للعمل. وحشانة قوي قوي يا ميرفا. انت وحشني قوي. ولو اننا ما كناش نحب انك ترجعي لوحدك. اي تجربه. ما كانش ممكن نستمر اكتر من كده. يعني ما فيش امل ترجعوا لبعض تاني؟ قبل ما نتجوز مره حسن قال لي ان في ظروف بتخلي الانسان يغير كتير من طباعه. بعد ما اتجوزنا اكتشفت ان الغربه خلته يغير حتى الصفات الحلوه اللي خلتنا وافقت اتجوزه. ساعتها حسيت ان مفيش اي حاجه بتربطني بيه وكان لازم نتطلق. اللي البيزنس واخدك مننا ومع الاسف اتطلقت وليها من طلاقها بنت. وادي اخر قسط. ودي انت عندك كمان الشقه جاهزه بالتمام والكمال. ولو انك خليتني استنيتك 5 سنين. يا استاذ كل تاخيره وفيها خيره. وانت كمان معاك شقه زي العروسه. بالاذن اطل على بقيه العماره. اتفضل. سلام عليكم. Thank you.
السفرة مع بعض. يا ميرفت كل حاجة ليها مكانها. الأمريكي كله هنفرشه في الصالة عشان يبقى منظر جميل ومريح، وما تنسيش إن إحنا عادتنا هتبقى دايما هنا. سعيد تليفون يا ميرفت. الف حمد لله على السلامه يا ميرفت. لا ابدا ده واجب. كنت بقول يعني في موضوع كده كنت عايز اتكلم معاكي فيه. لو سمحت يا استاذ سعيد مفيش داعي للكلام ده بعد اذنك. وفي اللي يحب اللون البني وفي اللي غاوي اللون النكدي. تعبان يا توفيق. مع ان اللي اعرفه عنك ان المسائل متيسره معاك وانك ما شاء الله اخر راحه. حكايه توفيق مش حكايه فلوس. امال ايه؟ فلوس ما عادتش مشكله. معايا منها اللي تكفيني وزياده. اللي ناقصني راحة البال. وإيه بقى اللي جاب لك راحة البال؟ اللي عمري ما حبيت حد منها. أنت اللي اخترت، ما حدش غصبك. الحرمان هو اللي غصب عليا. الطريق كان مسدود قدامي، ما كانش فيه منفذ. ولما لقيت فتحة عديت منها. بس عديت لوحدي. قصدك ميرفت. عادة الواحد بيفرط في اللي مستغنى عنه. لكن للأسف احنا في زمن ممكن تلاقي فيه اللي يفرط في اغلى حاجه عنده. يا صديقي ارضى بنصيبك. مش قادر يا توفيق، مش قادر. كل ما بستعيد اللحظه اللي كان قلبي فيها بيطير من السعاده وانا معاها بيهون عندي كل شيء حتى الفلوس. ما تتصورش قد ايه انا بشتاق للحظه اللي الاقي واحده فيها تبقى واقفه جنبي، تكلمني زي ما بتكلمها، تفهمني زي ما بفهمها، تاخد وتدي معايا. واحدة تخليني دايما أحلم ببكرة. سعيد. سعيد ما حدش بياخد كل حاجة. ولا حدش يقدر يكوش على كل حاجة. لازم تضحي. بس مشكلتك إنك مش من النوع اللي ممكن يضحي. أرجوك تديني فرصة اسمعي بس الكلام اللي هقوله لك. لو سمحت يا أستاذ سعيد، اللي بتعمله ده ما يصحش. الكلام اللي هقوله لك مهم جدا يا ميرفت. شيل اللي في دماغك، مستحيل أوافق أقعد معاك في أي حتة. طب في التاكسي، اعتبري نفسك واخدة تاكسي يوصلك وهنتكلم في السكة. دلوقتي كل شيء بقى موجود وما عادتش ظروفنا بتلوي دراعنا. دي ظروفك وانت اللي حطيت نفسك فيها، ما حدش غصبك. غلطه وندمت عليها، واي انسان معرض للخطا. انا مستعد اعمل اي حاجه ترضيكي
بس المهم تنسي اللي فات ونبتدي من جديد. انا النهارده بقيت انسان تاني وعايزك تديني فرصه. قصدك ايه؟ نتجوز. انت اتجننت؟ مفيش حاجه فيك اتغيرت. لو اعرف ان هو ده الكلام اللي انت عايزني عشانه ما كنتش ركبت معاك. بيرفكت بيرفكت. فرصة تانية. ترى يا سعيد دي تالت مرة اقول لك مستنياك وانت تتعزز. مش وقت الكلام ده يا بسيم. اوعى عقلك يقول لك انك تقدر تضحك عليا وتدور على واحدة تانية. انا بسيمة يا عينيا واسأل عليا اهل الحارة. ايه الكلام الفارغ ده؟ عن اذنك. كده؟ عاوز تاخد ولا تديش؟ بس الحساب لسه مفتوح. ما تقفلش يا سعيد. وانا اللي هسويه. هسويه بمزاجي. وكل واحد ياخد حقه بقى. ألف سلامة ليك يا حبيبتي. الله يسلمك يا بسيم. أنا أول ما عرفت جيت لك على ملا وش. طب وغلاوتك عندي؟ الحارة ناقصها كتير، بعد ما بقيتي تنزلي يوم وتقطعي 10. كانت أيام وراحت بقى يا بسيمة، خلاص البيت بقى واخدني خالص، لا قادرة أنزل الحارة ولا أخطيها. وده اسمه كلام برضو يا حبيبتي؟ طب ومالك وحالك؟ تسيبيهم كده؟ مش تدوري عليهم؟ ده السواق من دول ما كانش يستجرى يطمع فيكي طول ما هو شايفك قدام عينيه وبتحاسبيه بالورقه والقلم. يا اختي البركه في سعيد. سعيد؟ طيب انت عايزه تقولي ايه يا بسيم؟ هو لا اقول ولا زيد. قال يا داخل بين البصله وقشرتها. مخبيه ايه يا بسيم؟ انا مش مخبيه. اها وانا مالي يا اختي؟ يبقى الجرح في غيري وانا اللي اقول اه. يا اختي ما تتكلمي يا بسيم، علقتيني. أنا لمحت الأستاذ سعيد خارج من شغله ومعاه واحدة زميلته وركبوا التاكس. بصراحة يا تماسي شكلهم مريحنيش. زميلته؟ والباقي دي انت عارفاه. كفايه عليكي قوي كده، ولا سامع الرايح والجاي وخلي اللي ما يشتري يتفرج. مرات سعيد من غير ما تسمعي الرايح والجاي. مش انا الست اللي تجري ورا راجل باعها وهي محتاجاه له ورجع يشتريها وهي مستغنيه عنه. انت هتلف وتدوري عليا؟ لا هلف ولا هدور. وعشان اقرب المسافه بيني وبينك اكتر انا اللي هطلب منك تخلي جوزك يبعد عن طريقي. انت قصدك ايه؟ هو اللي مش سايبني في حالي في الشغل وفي الشارع وفي كل حته، وده طبعا ما يرضكيش. وليه ده كله؟ عايز منك ايه؟ اسألي. مساء الخير يا تماسك. كنت فين؟ ايه الرد الجاف ده؟ بقينا مش عاجبين خلاص، ما بقيناش على المزاج. طب وطي صوتك لحسن طارق يسمع. طارق عند جده، ما دام ما عادش بيشوف ابوه ولا بيكلمه. جرايه يا تماسك. انا برضو اللي جرالي ده، انا بقالي 3 اشهر اقول ماله متغير ليه، وكل ما اجيب لك سيره الخرفه تقول لي ما احبش دوشه العيال. كفايه علينا ولد واحد. ولما اقول لك انت تعبان سيبك من الوظيفه وشوف لهم عيشك تقول لي مستقبلي. هي دي بقى مستقبلك؟ هي هي مين دي؟ الست ميرفت اللي كانت معاك في التاكسي. ايه مالك انت غبت ليه؟ انت فاكر عمالك دي بتستخبى؟ طب قفلي بقى على الكلام ده، انا مش فاهمك. طبعا هتفوقلي ولا هتفوق لها؟ ما انا سابق وقلت لك صاحب بالين كذاب. لايميها بقى تماسي وخلي الليله دي تعدي على خير. وما لايمتهاش يعني؟ ذنبك على جنبك. ذنب ديني بكفر عنه. ذنب اني امنت الواحد ملوش امان. انا اللي بكفر عن غلطه ارتكبتها في لحظه ما كنتش عارف فيها الصح من الغلط. وانا الغلطه اللي في حياتك؟ Thank you.
تماسي. صلاح؟ مش هعيدك. نازلة كده بدري على فين؟ لو سمحت يا صلاح اكشف لي على مية الردتير واقيس لي الزيت. أنا قصدي هطلع العربية. لو عايزين أطلع لك بيها أنا تحت أمرك. باب سدادة تماسي. إحنا برضه إخوات. تشكر يا صلاح. ده برضه العشاء. ودينا عابدين. فاجئتني بالزيارة دي. أنا آسف إذا كنت جيت في وقت غير مناسب، بس أنا كنت عايز أكلم ميرفت كلمتين. هو أنت مش معاها كل يوم في الشغل؟ الكلام اللي أنا عايز أقوله لها ما ينفعش يتقال في الشغل. طب حاضر، أنا هندهها لك. يا ماما ما أقدرش أقبل. يا بنتي ده في بيتنا، تعالي شوفي عايز إيه؟ إيه اللي جابه هنا؟ ده لو عنده كرامة ما يعتبش بيتنا تاني. وطي صوتك ليسمعنا. لا، خليه يسمع. كان لازم يفهم ان دخوله بيتنا تصرف مرفوض مش مرغوب فيه. قلقتيني عليك صلاح. سألت عليك الكل، قالوا جت في الفلومة وهي واقفة وطلعت الكاس. قلت اشغل نفسي، خدت ايه من ركنة البيت. صحيح اللي سمعته انت وسعيد. هي مفيش حاجة بتستخبى في الحارة دي؟ احنا طبعا ما كناش نحب انك توصلوا كده انت وسعيد. صلاح، عاوز اتكلم معاك شوية. مش وقت يا بسيمة. ليه دايما بتصدني؟ يا اخويا ده انا حطاك جوه قلبي. سك على الكلام ده. ما يجيش منه. يا صلاح ده انا بحبك. انت مستكتر عليا انا بحبك؟ قلت لك سكتنا مش واحدة. وانت عارفه كده كويس. طب نقعد، نقعد مع بعض ونتكلم، ناخد وندي، نتفاهم يا صلاح. يمكن ما تحاوليش يا بسيمة، وبعد عن سكتي خالص. انا مش ليك ولا انت ليا. اعمل واجب المدرسة. وبابا ادخل انت الاول. قلت لك ادخل انت يا طارق. اسمع كلام افندم. مش هتسمحي لي ادخل؟ ليه؟ ايه المناسبة؟ انت ماشي. انا برضو كان، واللي كان ما عدلوش مكان. كفاية قوي عليك شقتك الجديدة اللي حضرتك وضبتها في السر. طب بس اديني فرصة اشرح لك. تشرح لي؟ يا فرحتي. ما خلاص فهمت، فات اوان الشرح يا استاذ، ما يلزمنيش. انت
تماسي، اي زوجين بيختلفوا ومع التفاهم الخلاف ده ممكن يزول. بس احنا ما اختلفناش ولا نظرتك ليا اتغيرت. انا كنت في عينيك بنديره بتعد كل دقه ليها بتجيب لك لنفسك فيه، ولما خلاص شبعت وعينيك اتملت البنديره ما عادلهاش لزوم. تماسي انت مراتي وانا برضه. انت عمرك ما حسيت اني انسانه ليها شعور ولا عندها شخصيه، ولا كنت بتقعد تتساير معايا في الكلام زي اي راجل والست بتاعته. لو حصل وقلت لك رايي في اي حاجه كنت ترد عليا بكلام ملوش دعوه باللي بقوله لك. انت ما كنتش حتى بتسمعني، ولا شفت في عينيك مره لهفه عليا بعد يوم طويل قضيته بره البيت من غير ما نشوف بعض. طب نبتدي من جديد نتفاهم، وكل اللي انت عايزاه انا هعمله لك. ما يلزمنيش، انت سبت البيت وانت بايع، وانا اللي يبيع انا بيع واطلع كسبانه. يعني ده اخر كلام عندك؟ لسه في كلمه. كل اللي خدته مني يرجع لي على دار مليم، فلوسي وعربيتي ومؤخر الصداق. انا ما خدتش منك حاجه، انا كل اللي عملته ده من عرق ومش عايز. عرقك؟ ولو سمحت مجيك هنا البيت بقى مش مناسب دلوقتي، ابنك هتشوفه وقت ما تحب، بس الكلام ده تتفاهم عليه مع المعلم جمعه. ودلوقتي بقى اتفضل مع السلامه.